السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. طبعا في البداية متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل حاجة جديدة بعملها بإذن الله توصل لحضراتكم. متنسوش تحطوا لايك فضلا وليس أمرا. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هعمل حاجة حلوة جدا، حاجة من حلويات رمضان. هعمل كوب الكنافة، ده جميل جدا كطعم وكطبعا كشكل. طبعا لما تقدميه لأولادك كده هيحبوه قوي، لأنه شكل مختلف من أشكال الكنافة يعني، فيحبوه وهياكلوه. وطبعا كوب الكنافة ده هيتعمل في صينية الكب كيك، وهياخد شكل الكب بتاع زي بتاع الكب كيك كده، بس هيبقى جواه حشوة زي ما انت عايزة. ممكن تحشيها مهلبية، ممكن تحشيها كريم شانتيه، وتزوقيها من فوق بأي فاكهة أو مثلا الشوكولاتة الكريسبي أو الكريز أي حاجة. فهنشوف الخطوات خطوة بخطوة مع بعض إن شاء الله، ويا رب الطريقة دي تعجب حضراتكم، فخليكم معايا. أول حاجة طبعا أنا معايا نص كيلو من الكنافة. نص كيلو الكنافة ديت أنا كنت حطها في الفريزر قبلها بكم يوم، يعني مش بيوم كمان حتى، كنت جايبها وحطها في الفريزر. بعد كده نزلتها وقعدت افرك فيها ويعني واكسر فيها لغايه ما بقت زي ما انتم شايفين كده اهوت. ممكن تعمليها كمان في الكبه، بس انا النوبالي ما عملتهاش في الكبه، استسهلت وعملتها على ايديا. تمام. واللي هحتاجه كمان كوبايه من السمنه. طبعا النص كيلو بياخد كوبايه سمنه، هحطها عليها طبعا كوبايه السمنه دي كلها. وكمان هحتاج نص كوبايه من السكر البودر، وهفضل طبعا ايه بايديا كده اشرب الكنافه للسمنه وللسكر زي ما احنا عارفين طبعا، لغايه ما الكنافه كلها تشرب كل السمنه والايه والسكر البودر. طبعا السكر البودر ده مهم جدا ان هو بيحمرها، وكمان بيخليها تتماسك مع بعض برضو. تمام. فنقعد هقعد ادعك فيها بقى بايديا كده اهوت، وبعد كده هرجع لكم تاني كده. خلاص انا دعكت جامد قوي السكر والسمنه اللي انا حطيتها مع الكنافه. هجيب قالب اللي هو الكب كيك العادي دوت، وهاخد كنافه. هقول لكم ازاي نعملها كب الكنافه. اخد حبه كنافه كده اهوت، وايه وادخلهم جوه الكب كده اهوت، واحاول اضغط عليه عشان اعمل عايز اعمل ايه يعني تجويف في النص كده، ده اللي هحشيه بعد كده لما تستوي الكب كنافة. وحاول اوزعه على الجناب كده هوت برضو، يعني ادخله في الفتحة ديت، بس اخلي في النص في تجويف فاضي، بس طبعا مقفول من تحت، تجويف فاضي عشان خاطر ايه ده هيتحشى ان شاء الله لما ادخلها الفرن الاول، وبعد كده احشيها بكريم شانتيه او مهلبيه، سواء مهلبيه ساده او مهلبيه شوكولاته، وازوقها من فوق باي حاجه. نعم معاكم كم واحده كده او واحدتين، وكمل الباقي. طبعا الزيادات دي كلها هتتشال بعد ما اخلص طبعا بمنديل ورق ولا حاجه عشان ما تتحرقش في الفرن. نحاول نضغط كده على الجوانب بالمنظر ده كده اهوت، وانزلها تحت كده. طبعا القوالب دي مش هتدينيها سمنه لان الكنافه مليانه سمنه. تمام. هي سهله قوي ومفيش اسهل من كده يعني. بالمنظر احنا شايفينه ده كده اهوت حضراتكم، طبعا ده كل ده هيتشال، لو الزيادات دي كلها ايه هشيلها. تمام. ما انتوا شايفين كده. طبعا لما بتقدم للضيوف بيبقى شكلها شيك وشكلها جميل جدا، بس طبعا دلوقتي مفيش ضيوف يعني، وانا في الزيارات طبعا، فنقدموها لنفسنا يعني، ولولادنا هيحبوها قوي. اهي كده اهوت. اخد بقى في ناحية تانية برضو بالمنظر ده كده اهوت. يا رب تكون ايه في التصوير واضح.
اضغط كده بالمنظر ده كده اهو، واخلي في تجويف يعني اخلي اخليها ليها جوانب فوق كده اهو، وليها كمان تجويف تحت مسدود يعني مقفول من تحت بس مجوفه، ده اللي هيتحط فيها الحشوه. والجناب طبعا يكون فيها جناب اطلعها كده على القالب كده اهو. بس هي سهله جدا مفيش اي حاجه، ما حضراتكم شفتوا كده اهو. طبعا واساوي واشيل بقى ايه الزيادات دي باي منديل بعد كده في الاخر خالص طبعا، او زي ما احنا حضراتكم كده شايفين تبقى بالمنظر ده كده اهو. اكمل بقيه الفتحات ديت وارجع لكم تاني عشان ما اطولش وقت الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين كده انا خلصت اول صينيه من بتاعه الكب كيك، يعني عملت فيها الكنافه زي ما حضراتكم شايفين، تطلعوها على الجوانب كده وتخلوا في النص جزء نازل كده عشان ده اللي هيتحشى فيه. لو صينيه يعني من المستحسن يعني ويبقى احسن لو صينيه الكب كيك تكون ايه يعني المكان دوت او الفتحه دي اوسع من كده واغوط من كده، كمان هيطلع الكب كنافه يعني اجمل من كده كمان، لكن كده برده ماشي مش مشكله يعني هيتحشى وكل حاجه ويبقى شكله جميل جدا. فده كده ولسه في كنافه ثانيه النص لسه بقيته، ممكن اعمل صينيه كمان ان شاء الله. ف بقول لحضراتكم ده هدخله طبعا في الفرن على درجه حراره تكون ايه متوسطه يعني 160 ل 170، يعني اقل من درجه حراره الكيكه طبعا عارفينها ان الكيكه 180، ده هتبقى 160 170 انه مش بيستحمل وياخد وقت صغير. ممكن تشوفوه بعد شويه لو لقيتوا الجزء اللي في النص ده طلع لفوق شويه بمعلقه او بايديكوا بس هيبقى سخن، بمعلقه تنزلوه تاني تغوطوه تاني كده اهوت عشان احنا عايزينه ايه تحت ما يقبش يعني عشان يتحشى فيه تمام لغايه ما يحمر ويبقى شكله حلو، ونطلعه ونشوف مع بعض هنعمل ايه تاني ان شاء الله تمام. هنشوف يعني الحشوه ايه وهنزوقه ازاي وكده. نص الكنافه عمل لي صينيتين من دول اللي هم 12 واحده، يعني عملوا 24 كب كنافه تمام. لسه الاولانيه في الفرن يعني، ولما تطلع بقى هبوريها لحضراتكم طبعا اكيد. لازم تنزليها وهي تكون الصينيه دافيه ما تكونش تبرد، لان لو بردت السمنه هتخليها تجمد مش هتنزلها من الفتحه ديت، فلازم تخليها يعني تهدى شويه بس صغيرين وتروحي منزلاها، وبعد كده نشوف هنحشي ايه مع بعض باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين اول صينيه طلعت شكلها جميل زي ما احنا شايفين كده اهوت، استوت اهي. بس زي ما قلت لحضراتكم لازم تخلوا درجه حراره الفرن متوسطه يعني 160 170 مش اكتر، ومتاخدش وقت كتير في الفرن كل شويه تبصوا عليها. ولو بعد شويه شفتوها ولقيتوا ان الجزء اللي في النص دوت طلع لفوق شويه قب شويه بالمعلقه نزلوه كده عشان عايزينه ايه نزل شويه عشان هيتحشى تمام. وكمان تطلعوها من الصينيه وهي سخنه بمعلقه كده على جنب بالراحه كده هتطلع تمام. في لسه صينيه ثانيه في الفرن، فاول ما يعني ما تطلع طبعا الشربات بتاع الكنافه بارد وهي سخنه. الشربات طبعا كنافة معروف اللي هو تقيل، كوبايتين سكر على كوبايه ميه ونص ليمونه و فانيليا او ميه ورد تمام. ازقيها كده بالمعلقه ما تاخدش كتير، هي تزقي كده شويه كل واحده كده انزقيها. وبعد كده انا عامله كريم شانتيه عاملاه انا يعني لانه سهل جدا ومعروف بيتعمل ازاي. انا جايبه البواكي مش جايبه الكريم شانتيه الخام، انا جايبه البواكي اللي هو بيبقى عليه الطريقه ازاي تتعمل اللي هو زي دريم باكو دريم مثلا او اي نوع تاني في بيت فود وكده اهوت. كده ازقيها بالشربات بالمنظر ده، احط الشربات كتير طبعا بيبقى مكتوب على الظرف طريقه الكريم شانتيه زي بتعمل، هو بتفرغي الظرف دوت اللي هو باكو كريم شانتيه وبتحطي عليه اقل من نص كوبايه لبن او ميه متلجه، لازم يكون اللبن او الميه في الفريزر بس مش مجمدين يعني بس محطوطين في الفريزر شويه، اقل من نص كوبايه لبن او ميه متلجين، وتضربيهم بالمضرب الكهربائي لغايه ما قوامهم يبقى تقيل تمام. وبعد كده بحطهم في التلاجة شوية برضو. بعد كده احطهم في كيس الحلواني ونشوف هنشكلها بايه ويبقى شكلها نهائي ايه ان شاء الله. طبعا والباكو بتاع الكريم شانتيه ده مش بنحط فيه سكر لان هو بيبقى فيه سكر، لكن الكريم شانتيه طبعا الخام هتحطي
معايا حبة سكر طبعا. تمام، اهو الكريم شانتيه طبعا بيبقى تخليه كده هو تخين بالمنظر ده كده هو، وكمان عشان يبقى كده تضربيه كتير بالمضرب الكهرباء، وكمان تحطيه في التلاجة مثلا يعني كام ساعة كمان قبل ما تستخدميه عشان يتخن ويبقى قوامه ايه بالتخن دوت. وتحطي اقل من نص كوباية لبن او مية، لازم يكونوا متلجين على باكو الكريم شانتيه. تمام، حطينا كريم شانتيه في الكيس الحلواني. وممكن كمان غير الكريم شانتيه ممكن تعملي مهلبية عادي جدا، يعني عبارة عن مثلا كوباية لبن عليها كوباية اللبن الواحدة عليها معلقة كبيرة من النشا، وتقلبيها الأول على البارد، والسكر حسب الرغبة، تدوبيهم الأول على البارد، بعدها تحطيهم على النار وتقلبي فيهم لغاية ما قوامهم يبقى ايه مهلبية غليظ كده شوية تخين شوية، أو ممكن تحطي كاكاو خام عشان يبقى مهلبية شوكولاتة وتحطيها بدل الكريم شانتيه حسب اللي متوفر عندك، ممكن تحطي عادي خالص. حطي كده فيها المنظر ده كده. الكريم شانتيه بيبقى ناجح زي ما قلت لكم، تعملوه بالطريقه اللي قلت لكم عليها. لازم الميه اللي تحطيها فيها او اللبن يكونوا متلجين. المنظر ده هنكمل الباقي كله طبعا، وتزوقي من فوق مثلا، ممكن تحطي فوق مثلا فاكهة الموجودة عندك، او مثلا الشوكولاتة الكريسبي او الكريز، اي حاجة بالمنظر ده كده هوت. يبقى منظرها حلو جدا، يعني التزويق دوت حسب المتاح عندك طبعا. يعني هكمل بس الباقي وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده، بعد ما حطيت الكريم شانتيه جوه الكب كنافه وزوقته بالشوكولاته الكريسبي والكريز واي حاجه ممكن تزوقيها، ممكن تحطي الفراوله، ممكن تحطي اي فاكهه عندك موجوده تحطيها عليها، وممكن بدل الكريم شانتيه زي ما قلت مهلبيه سواء كانت عاديه او شوكولاته او اي حاجه. بالمنظر ده شكلها جميل جدا وشكلها شيك قوي، وكمان طعمها اكيد حلو طبعا، وتغيير عن الكنافة اللي احنا بنعملها عادي. وزي ما انا قلت النص كيلو كنافة عمل لي 24 قطعة من كب كنافة. تمام، لان عملت صينيتين وكل صينية عندي فيها 12 يعني كب كنافة، يعني 12 فتحة يعني ب 24، بيعملوا 24 واحدة. تمام، ودي كانت وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجب حضراتكم، كنت قدمت فكره حلوه جديده كده هوت للكنافه عشان تغيير عن الكنافه وكده هوت العاديه، يعني الاقراص او في الفرن بتبقى صينيه وكده يعني. فلازم نجدد طبعا ونغير في كل حاجه بنعملها في الاكل والحلويات وكده يعني. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل حاجه بعملها جديده ان شاء الله توصل لحضراتكم، ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله من فيديوهات قناه عبير عامر. الى اللقاء.